الأكرمين، إنه أرحم الراحمين، إنه يحب من عباده التوابين والمتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب الذين يهرعون إليه ويتوبون إليه ويلجؤون إليه. وإذا صلوا أخلصوا في عبادته، وإذا صاموا علمهم الصوم السر في خصوصية هذه العبادة، وهي سر الأخلاص. تلاحظ أن الصائم يمتنع عن المفطرات وعن شهوتي البطن والفرج وغير ذلك، ومن الممكن أن يغلق الحجر على نفسه ويتناول ما يشاء، إلا أنه لما كان مخلصا في عبادته راقب ربه في السر كالعلانية. لا كأولئك الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فلما كان الصائم مخلصا في عبادته لله كوفئ بهذا الجزاء. ولأن الصيام عبادة متفردة لم يعبد أحد غير الله بها، ربما يكون بعض العبادات الأخرى عبد غير الله بها. سجد المشركون للأصنام مثلا، ذبحوا لغير الله ولم يذكر اسم الله. العبادة الوحيدة التي لم يثبت في التاريخ أن أحدا عبد بها أحدا غير الله، لأنها عبادة سرية وخفية ولا يطلع عليها إلا رب البرية.